هذه البطولة أظن على أن قيل ما قيل في حقها، ولكن الواقع على أن اللي عاشوها من داخل يعني وصلوا لواحد النتيجة على أن المغرب هو الرائد الآن على المستوى الإفريقي، والدليل على هذا على أنه فاز بهذه البطولة الإفريقية للمرة 17، 7 الميداليات، يعني الأبطال اللي حارزوا عليها كانوا في مستوى عالي. المستوى التقني كان هذه السنة شيئا ما أفضل من السنوات الماضية، هذا كيدل على أنه كانت المنافسة قوية، كان هناك أبطال من الكاميرون، من مصر، من دول أخرى اللي كانوا في المحاولات ديالهم كلهم، وهو الانتصار على المغرب، لأنه الانتصار على المغرب المثابة ديالهم هما، وهو واحد الشيء ربما نتيجة مشرفة أكثر من الميداليات اللي يمكن يحرزوا عليها. التهيئ أظن على أن السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية الأستاذ دليل السقلي بالحنكة ديالو والثبات ديالو والتعليمات ديالو اللي أعطى طيلة المدة ديال التهيئ ديال هاد البطولة أعطت النتائج المتوخاة اللي الكل كيسعى عليها، وهو الفوز بالرتبة الأولى. عندنا طبعا الحال هذه ماشي النهايه، لانه لا نهايه بعد بطوله ايا كانت، لانه كاين هناك بطولات اخرى وتربصات اخرى في الطريق ان شاء الله، وكل ات قريب. عندنا بطوله العالم في سامبو بيتش، سامبو شاطئي، اللي غادي تمر اطوارها هنا ان شاء الله في المغرب، وهذا شرف المغرب بتنظيم هذا النوع من التظاهرات. هذا كيدل على أن المغرب الحمد لله عنده واحد السمعة طيبة في تنظيم كل التظاهرات الدولية في جميع المستويات، وكنظن على أن هذه البطولة هذه غادي تكون إن شاء الله كسابقتها بطولة اللي غادي تكون في المستوى العالي. أن هناك أيضا بطولة أخرى، بطولة العالم، اللي غتمر أطوارها في كازاخستان، وكنظن على أن من الواجب علينا أننا نحاول ما أمكن تهيئ الأعضاء الفريق اللي غيمثلوا الوطن إن شاء الله، لأنه بالنسبة لنا احنا كرياضة السامبو هذا تمثيل البلاد، ما هوش فقط غير يكون الإنسان ضمن الفريق الوطني، ولأنه شرف تمثيل وطن أمة، شرف تمثيل شعب عريق، شرف تمثيل بلد يحكمه محمد السادس حفظه الله. ونتمنى إن شاء الله أن الأبطال ديالنا يحرزوا على ميداليات مشرفة كما كان في الواقع هذا كما حرزوا عليها في هذه بطولة إفريقيا وسابقتها. بالنسبة لهذه البطولة احنا استعدنا لها فيما فيه الكفاية، احنا كمنتخب مغربي رائد في هذه الرياضة في إفريقيا، فكان علينا دائما خصنا نستعدوا بما فيه الكفايه. ومن هذا المنبر كنشكروا السيد الرئيس اللي كيوفر لنا جميع الظروف المناسبه، وكنشكروا ثانيا السيد المدير التقني اللي دائما مساندنا، وكذلك كنشكروا كل اللاعبين اللي قدموا كل ما في جهدهم. وكما كيعرف الجميع فالمغرب دائما تيكون في الموعد، وهذه البطوله فكانت المستوى ديالها مستوى كبير، وبين المنتخب المغربي على القوه ديالو والحفاظ ديالو على المرتبه الاولى، وكانت هذه مجرد خطوه واستعداد لباقي الاستحقاقات. وعلى راس الاستحقاقات كاينه بطولات العالم الشاطئيه اللي غتكون في المغرب ان شاء الله، اللي غتكون في بلادنا، وغادي نقولوا في تغيير الكلمه ديالنا، بالاضافه الى بطولات العالم اللي غادي تكون في كازاخستان. ومن هذا المنبر كنزيد نشكر اللعابه على المجهودات اللي قاموا بها، والسيد الرئيس والمدير التقني على كل الظروف المواتيه باش تكونوا دائما في الموعد، وشكرا. ان شاء الله ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله في المغرب، لحقاش عندنا بطوله اللي غتكون بطوله شاطئيه اللي غتكون قويه، غيحضروا عده دول وعندهم المستوى الكبير. حنا كنعرفوا سيرتو الدول الشرقيه اللي عندها باع في هذا المجال، وحنا ان شاء الله غازمين باش نحققوا الميداليات ان شاء الله. ان شاء الله ولا بد، لحقاش ما عندناش توقف، كل التحقيقات وحده ورا وحده، دائما تنكونوا دائما مع الإدارة التقنية على رأس السيد الرئيس والمدير التقني، بالتوجيهات ديالهم وبالبروغرامات ديالهم، إن شاء الله غادي
ندير واحد بروغرام باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. الحمد لله كنا على واحد استعدادات وتربصات هنا في المغرب استعدادا للبطوله الافريقيه اللي هي كانت واحد منافسه قويه ما بين يعني كانت 21 دوله كانت على راسها الكاميرون على مصر غانا يعني بزاف الدول اللي هي قويه. والحمد لله كنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الصومبو وعلى راسهم الاستاذ والاب ديالنا الاستاذ دليل السقلي على منح الفرصه ل 21 بطل للمشاركه بهذه البطوله. والحمد لله تمكنا اننا نحصلوا على 7 ميداليات ذهبيه اللي مكنات المغرب انه يحصل المرتبه الاولى في البطوله الافريقيه اللي تقامت بمصر. الحمد لله تمكنا باش نحصل على الميداليه الذهبيه في وزن اقل من 79 كيلوغرام، ميداليه اللي هي البطوله التاسعه كانجاز فردي ليا و18 كانجاز بالنسبه للمنتخب ديالنا منتخب مغربي اللي متنا احسن تمثيل في مصر. كان علينا الضغط بحكم ان المغرب هو كان 17 مره بطل افريقيا، وهذا الشيء اللي خلى الضغط يكون كبير علينا باش اننا نحققوا لقب 18. الحمد لله اللي حققناه بعد منافسات قويه خاصه من منتخبات بحال مصر البلد المنظم، الكاميرون، نيجيريا، غانا، السنغال. ولكن بفضل التحضيرات اللي كنا حضرنا مع في التربص اللي كان في المغرب مع المدربين المنتخب الوطني وبقياده السيد رئيس الجامعه ومدير تقني، الحمد لله توفقنا باش نحققوا هذا الانجاز هذا ونشرفوا المغرب احسن تمثيل. وبال الفرق في المستوى يعني كيبقى المغرب هو الربان ديال السفينه في هذه الرياضه هذه. وان شاء الله بعد هذه المحطه هذه احنا مقبلين على محطات تنافسيه مقبله، اهمها هي بطوله العالم ديال السامبو الشاطئي سامبو بيتش، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو عندنا بطوله العالم ان شاء الله في كازاخستان اللي غادي نشرفوا فيها المغرب احسن تمثيل.